مرحبا، معكم طباخ خالد الزتاوي من مطعم الويكند المصري. اليوم رح نقدم طبق تورتوليني لحمه بصوص بندوره والكريمه. رح نبلش بالصوص بالاول. رح نحط بندوره، كريمه، رح نتبل ملح، فلفل، ونضيف عليه مرقة اللحمة اللي احنا حضرناها من قبل. احط كمان معه زعتر اللي هو ورق. بعد ما حضرنا الصوص وسلقنا تورتوليني بلش ننزله على الطبق هيك بالشكل. بلش نحرك قبل ما الصوص يبلش يكون كثير تمام. نترك شوي صغير على النار عبين ما يبلش الصوص يقعد. نضل نحرك فيه بس بعد الشكل احسن من بس تتلزق. رح نحضر الصحن اللي رح نسكب فيه ونحرك بشكل دائر. نضيف مع الرطب مع الصوص جبنة البارميزان. من بعد ما صار الصوص جاهز ممكن نبلش نسكب فيه على الصحن. من بعد ما سكبنا الصحن هيك الوجه بتكون عنا جاهزة. بنضيف عليها بالآخر رشة جبنة برمجان من فوق. ومع اسبرايكوس. نحط آخر شيء اسبرايكوس عليها من بعد ما حطينا جبنة البرمجان. وهيك وجبتنا اليوم تورتوليني لحمة تكون جاهزة. ألف صحة وعافية.